يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. السؤال: هل قوله صلى الله عليه وسلم أن أستغفر لأمي أي أن يشفع لها، أو ذلك معنى آخر؟ نعم، دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة أو بغير الشفاعة، لكن الله منعه من ذلك لأنها كافرة، لأنها كافرة. والله جل وعلا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. حتى إبراهيم تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وزيارة قبور الكفار تجوز للاعتبار فقط، لا للدعاء لهم، وإنما لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط. أما قبور المؤمنين فإنها تزار للأمرين: الاعتبار والاتعاظ، والدعاء للأموات بالمغفرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كرر الزيارة لقبر أمه، زارها مرة واحدة ولم يكررها، فهؤلاء الذين يترددون على ما يزعمون أنه قبر آمنة هم الرسول، هؤلاء لا يجوز فعلهم هذا، تردد عليها ربما يتوسلون بها، ما هو للاعتبار وإنما يطلبون منها، فهذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. ما كان الصحابة يذهبون إلى قبر آمنة بعلمهم أن هذا لا يجوز. نعم.